أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: انتشر بين كثير من العالم أن الساعة ستقوم في عام 12 و2000، ويقول الغرب حسب ما يدعون أن هذا كان على دراسات للطبيعة. هذول ما لهم شغل، هذول ما لهم شغل، تركوا العلم النافع الذي لهم فيه مصلحة وخير، وصاروا يشتغلون بالحدس والتخمين والظنون. الساعة لا يمكن معرفة وقت قيامها أبدا، لأن الله جل وعلا اختص بعلم ذلك، هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، ولم يبين هذا لملائكته ولا لرسله ولا لأحد من الخلق. ولذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل، أنا وأنت لا نعرف متى تقوم الساعة، وليس لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة، إنما مصلحتنا في العمل الصالح والاستعداد لها، هذا هو مصلحتهم. أما وقت قيامها فهذا ليس لنا فيه مصلحة. نعم.